الرحمن الرحيم، نهني الشعب المغربي على هذه المسيرة اللي كانت بهذا الحضور القوي من كل المدن المغربية اللي عبرت فيها كل الفئات والهيئات على أن قضية القدس قضية مركزية بالنسبة لأي فعل تحضري، أي فعل تنموي، أي انطلاقة للمغاربة لا يمكن أن تمر إلا عبر تحرير القدس. الرسالة الثانية التي أرسلت هذه المسيرة هو أن هذا الشعب بهذه الكثافة وحضوره في القضايا المركزية للأمة يرفض ولا زال معيار المقاومة والممانعة ضد كل أشكال التطبيع. فلتلتقط الحكومات في العالم العربي هذه الإشارات ولتنسجم مع مواقف شعوبها من أجل أن نحرر جميعا. أستاذ مداوي، رسالتكم إلى الشعب الفلسطيني. رسالتنا للشعب الفلسطيني نحييه لأنه ينوب عن أمة كاملة في الصمود والبقاء، ونقول لهم لستم وحدكم ولكن كل الشعوب العربية والإسلامية معكم من أجل تحرير فلسطين.